مرحبا، أنا عمر الملا من غرفة أخبار إيتي جلوب فارنا بلغاريا. عرفت شركة فورد باستخدامها للعديد من المواد المعاد تدويرها في صناعة مركباتها، إلا أن الشركة لا تزال بعيدة عن وصف جهودها بالأعمال الخضراء، وتأمل في تغيير ذلك عن طريق صنع أول أجزاء للسيارات مصنوعة من ثاني أكسيد الكربون، وبذلك تصبح أول شركة سيارات في العالم تنتج تلك الأجزاء من خلال هذه الطريقة. ومن المقدر إدخال هذه التقنية بحلول عام 2021، وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض الاستخدام السنوي للشركة من البترول بنحو 300 مليون كيلوغرام. مشروع فورد البحثي للتنمية أثمر حلاً لثاني أكسيد الكربون، والذي يتم امتصاصه في رغاو ومواد بلاستيكية بغرض استخدامها في صناعة السيارات، والتي تحتوي بنسبة 40 إلى 50% من كحوليات استخلصت عن طريق ثاني أكسيد الكربون، وتم تجربتها بنجاح. إن فكرة تحويل الغاز إلى مواد بلاستيكية ليست جديدة بالكامل، فقد تم اعتماد نفس الطريقة من قبل، وعلى الرغم من ذلك فإنها تعتبر المرة الأولى التي يتم تطبيقها في مجال صناعة السيارات على المستوى العالمي، في عالم تتسابق فيه كبرى شركات صناعة السيارات نحو تطبيق سياسات خضراء وصديقة للبيئة. شكرا لاستماعكم، للمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقعنا eatglobe.qa. إلى اللقاء.